انا بقى بعتبر اللي حصل ده خيانه وطن. خيانه الوطن دي يعني خيانه عظمى. طبعا ده رايي تقريبا. سوري احنا زي ما يكون متفقين يا امل. عارف اللي حصل ده معناه ايه؟ ليه 100 معنى. تقدري تعتبريه يا ستي خوف، خيانه، استسلام، خنوع. تقدري تعتبريه نكسه تانيه. ومعناه كمان ان كان في نيه مغيره. الموضوع لا كان صدفه ولا وليد اللحظه. واضحه جدا وليد اللحظه ازاي؟ واضحه جدا. وبعدين بتسالني انت ازاي تبقي منتصره؟ منتصره يعني مسيطره وتروحي بنفسك لعدوك. ده لسه جاري من قدامك زي الفار. انا بقى حسيت بالحكايه دي اول لما لقيت اسم كاسنجر في الموضوع. يا سلام. يا سلام على الذكاء والفطنه. والله يا امل انا مفتقد في حياتي الحوارات اللي من النوع ده بشكل لا تتصورين. يا سيدي النوع ده من الحوارات متوفر، انت اللي غير متوفر. عندك حق. مشغوليات كتير قوي هي اللي خلتنا اتاخر عنك طول الفتره اللي فاتت دي. مشغول في ايه بقى؟ حاجات كتير قوي هقول لك عليها بس لما تسمحي لي اني انفرد بيكي. ما انت منفرد بيا اهو. لا انفرد بيكي بره الاتيليه يعني بعد اذنك يعني. تعالي معايا. على فين؟ تعالي معايا بقى اتفضلي. يا احمد فهمني احنا رايحين فين؟ ما بحبش ابقى مش فاهمه كده. يا ستي هفهمك، احنا جايين عشان نقابل اللي مستنينا ده. هو مين ده؟ اهو 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 بصي ده. ايه ده يا احمد؟ مش ممكن ده علشان انا؟ الحقيقه لا ده عشانه هو. ما هو ده البيانو ابن المحظوظه، المحظوظ ابن المحظوظه اللي هتقعدي عليه وتعزفي بيه امامك. انا مش عارفه اقول لك ايه يا احمد. قول اي حاجه اي حاجه. من غير زعل؟ يا ستي ازعل ليه بس؟ لا اله الا الله. اتفضلي قولي بقى. لان بالرغم من تقديري الكبير للي انت عملته انا مش هقدر اخد البيانو ده. ليه اللي بتقوليه ده؟ اولا لان مفيش حاجه بيني وبينك تخليني اقبل هديه زي كده، ده لو انت جايبه على اساس انه هديه. ولو جايبه بدل البيانو اللي اتكسر برضه مش هقدر اخده، لان مش انت اللي كسرته. ايوه بس كده يا امل انت بتزعليني جدا. بتحرضيني كمان. بحرضك على ايه؟ لان كده تبقى عايزاني يعني اعمل اي حاجه عشان يبقى في سبب عشان تقبل الهديه. كده ما يبقاش تحريض. امال يبقى اسمه ايه ده؟ تلكيك. والله اللي تقولي عليه تلكيك، تحريض، او اي سبب يخليك تقبل الغلبان اللي واقف في الطل ده. خيرك دكتور. انتوا مستعجلين قوي ليه كده يا استاذ حبشي؟ اسمي حبشي. يا استاذ حبشي الحاله بسيطه قوي وعلاجها شويه ادويه ان شاء الله. الادويه دي بخصوصي انا ولا بخصوص مراتي؟ انت بالنسبه لك زي الفل مش محتاج لاي ادويه. مالك يا استاذ حبشي؟ لا ولا حاجه دكتور. يعني مشكله الخلفه دي بسبب هي مش بسببي انا. مش انا اللي بقول كده، التحاليل اللي قدامي هي اللي بتقول يا استاذ حبشي. ارجوك وطي صوتك شويه. قولي الحمد لله يا استاذ حبشي. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. لو سمحت يا دكتور عشان خاطري بامانه، الدواء اللي انت هتكتبه لمراتي هيجيب نتيجه بعد كده. هيجيب نتيجه ان شاء الله يا استاذ حبشي. ان شاء الله ان شاء الله. شفتي بقى يا ست ستات؟ المشكلة طلعت عندي أنا مش عندك أنت خالص. قول لها يا دكتور قول لها. بس ده ما يمنعش إن المدام لازم تاخد شوية أدوية أكتب لها عليها. آه طبعًا. ما تنساش الأدوية بتاعتي كمان يا دكتور تكتبها لي عشان أبقى زي الفل. هكتب لك على شوية أدوية وإن شاء الله خير. خير إن شاء الله. نايمة. غريبة، وانت ايه اللي نايمك بدري يعني مش عوايدك؟ الساعة ما جاتش 8. زهقانة وقرفانة. لا أنا في عرض، لو زهقانة وقرفانة نامي، نامي وأنا هطفي النور وهقلع في الضلمة. ده بدل ما تسألني مالك يا بدرية؟ إيه اللي بيكي؟ مالك يا بدرية؟ إيه اللي بيكي؟ لا بقول لك إيه، أنا مش ناقصاك وأسلوبك ده مش هينفع، وأنت عارفني كويس. يا ست عارفك كويس. مالك يا بدارة؟ مش قايلة. يا ست بقول لك حقك عليا، أبوس دماغك أهو. يكونش عندك مشكله في الشغل؟ ايوه. ام مازن ما خدتش مني غير 50 عبايه بس وبالعافيه. يا نهار ابوك اسود، عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ شفت اديك هتقريف انت كمان عشان تعذرني. لا ابوس ايدك، احكي لي بالظبط ايه اللي حصل. معرفش،
انا رحت لها فضلت رمياني في اوضه الضيوف ساعتين، وبعد كده جات لي جوزها شبرين وبتكلمني من طراطيف مناخيرها. مش مشكله، انت عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا الصراحه ظنيت فيك انت. في انا ليه؟ ما اعرفش، قلت يمكن عملت حاجه لجوزها وهي بتطلعه عليا انا. ابو مازن ده انا وابو مازن سمن على العسل، ده انا دراعه اليمين. الصراحه الراجل ما يتعيبش، انا عيب في ليه؟ امال ايه اللي حصل يا بدريه؟ ام مازن دي ما ينفعش تفلت من تحت ايدينا، ده شغلنا يتخرب وحاجات كتير تبوظ. يا اخويا بقى 60 ده هنا هعمل لها ايه؟ 60 ده ده ايه؟ ام مازن دي معارفها كتير قوي، ده كفايه الشركه بتوع جوزها. بقول لك ايه؟ استهدي بالله وفهميني، انت بوظت ايه؟ خلينا نلم وراك. انا ما بوظتش حاجه وما عملتلهاش حاجه اصلا، دي بان عليها ست مجنون، دي مكلماني قبل ما انزل. انت فين يا بدريه؟ وحشتيني يا حبيبتي، قفلت معاها نزلت رحت لها، وانا داخله ابو مازن كانت جايه. وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ شفته سلمت عليه، مشيت معاه لحد باب البيت، بيفتح الباب البرقع اللي على راسي وقع، وطه جابهولي، هي شافته. والباب كان مقفول ولا مفتوح؟ الباب كان مفتوح. وبعدين؟ لمحتها بتجري على جوه، وفضلت قاعده جوه مع ابو مازن ولطعاني بره زي الكلبه ساعتين، وجات لي ضربه البوز اللي حكيت لك عليه. والخمسين عباية اديتك تمنهم ولا لا؟ قالت لي خلي جوزك ياخدهم من ابو مازن. خلي جوزك ياخدهم من ابو مازن؟ ربنا يستر يا بدرية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت كده فيك حاجة يا واد، أنت مش مظبوط. مالك؟ إيه الغموض اللي أنت فيه ده؟ كنت. طب بص ايه ده، شوف لي التقرير دي فيها ايه، التحرير دي فيها ايه. التحاليل دي بتاعت مديحة؟ ايوه، وهي تعرف الحكاية دي؟ اوعى يا احمد عشان خاطر ما تقولهاش كتير على الموضوع ده خالص. ازاي ما اقولهاش، دي صاحبة الشقة. لا 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 مالكش دعوه انت، انا مفهمها حاجه تانية خالص. فاهمها ايه؟ مفهمها ان العيب من عندي انا. انت بتحب مديحه للدرجه دي يا حبش؟ بحبها. انت بتقول ايه يا احمد؟ مديحه دي كل حياتي. هي الشاشه اللي بينكم دي هتخلص امتى؟ لا ابدا يا مديحه، اصل هو الدكتور احمد كان جاي عشان يكلمني في شويه حسابات كده. اللي المهم فين المظبوط وفين عريحة؟ المظبوطة بتاعت أحمد أهي، واللي عريحة بتاعتك أهي خدها. أنت بتكذب ليه يا معلم؟ إيه الكذب اللي فيك؟ بقى القهوة. طبعًا هتموت وتعرف إحنا كنا بنقول إيه صح؟ بصراحة؟ آه. البنت أم هاشم كبرت، وكنت عايز يعني أعمل لها دفتر توفير، فقلت بما إن المعلم ده هو وزير الخزانة يجي يديني قرشين. أيوة بس طالب مبلغ كبير جدًا. مفيش حاجة تكتر على أم هاشم.